السلام عليكم. بالعشر دقائق هدول ربع ساعة بدنا نتكلم عن البيراكسيزومز بالخير. طبعا البيراكسيزومز نوعا ما بتشبه اللايسيزومز بالستركتشر والمورفولوجي، انه هم they're made of a single membrane enclosed by a single membrane and they are small and they contain a lot of enzymes. Except in the high enzymes, هم مش hydrolases, هم metabolic enzymes. Every cell contains about 500 peroxisomes and they replicate by division. هنحكي عنهم إن شاء الله. البيروكسيزومال بروتينز اسمهم بيروكسينز، فبنحكي بيروكسين 1، بيروكسين 2، بيروكسين 3، etc. وفي عندنا 85 جينز بيعملوا لنا different بيروكسينز. الانترنال بروتينز اللي بتكون بداخل البيروكسيزومز بيصير لهم synthesis بالسيتوسوليك ريبوزومز وبعدين بدخلوا إلى داخل البيروكسيزومز. كيف بدخلوا؟ بدخلوا عن طريق ريسبتورز. هدول الريسبتورز اللي بيكونوا على السيرفيس اوف ذا بيروكسيزومز بيصير لهم سينثيسيس بالاي ار وبعدين they are transported, they are transferred من الاي ار، بيكونوا على الممبرين اوف ذا اي ار and the vesicle pinches off من الاي ار زي تقليص العجين زي ما حكينا، فبتتشكل البيروكسيزوم او على بتتشكل الفيسيكل وعلى السيرفيس تبعها في البيروكسيزوم the membrane بيروكسيزومال بروتين. هذا البروتين البيروكسيزومال membrane بروتين هذا ممكن يكون الريسبتر اللي حيدخل اللومينال بيروكسيزومال بروتين الى داخل البيروكسيزوم. ايش الفانكشن تبع البيروكسيزومز؟ البيروكسيزومز بيعملوا ميتابوليك رياكشنز، ممكن من خلال هاي الميتابوليك رياكشنز انه تشكل او تنتج هيدروجين بيروكسيد. هذا الهيدروجين بيروكسيد از هارمفول، بيعمل رياكتيف اوكسجين سبيسيز، بيعمل دامج للسيل سيل ممبرين للدي ان اي بروتينز اتسترا. طيب البيروكسيزومز صح انها بتنتج هيدروجين بيروكسيد لكن بتعمل كونفرجن، بتحول الهيدروجين بيروكسيد الى واتر عن طريق ان اكسجين عن طريق الانزيم اللي اسمه كاتاليز. داخل البيروكسيزومز برضه بيصير في عندنا بريكنج داون لامينو اسيدز فاتي اسيدز زائد اليوريك اسيد. الفاتي اسيد ميتابوليزم ممكن يصير داخل البيروكسيزوم بالاضافه لما حكينا على الميتوكوندريا انه الفاتي اسيد ميتابوليزم او اوكسيديشن او بريك داون برضه ممكن انه يصير بالميتوكوندريا. برايمرلي بيصير بالميتوكوندريا وممكن بعض انواع الفاتي اسيد اللي هم لونج فيري لونج تشين فاتي اسيد اللي طويله بيصير لها ميتابوليزم بدايه بالبيروكسيزوم. برضه داخل البيروكسيزومز ممكن يصير في سينثيسيس للكوليسترول. الصحيح انه الكوليسترول لما يصير له سينثيسيس العمليات الرياكشنز اللي بتصير للسينثيسيس اوف كوليسترول بتصير ان ديفرنت اورجانيلز، بتصير بالاندوبلازميك ريتيكولم، بتصير بالميتوكوندريا، بتصير بالسيتوسول وبتصير كمان بالبيروكسيزومز. السينثيسيس اوف بايل اسيدز اللي هو بيتم انتاجه من الكوليسترول واللي بيساعد على الايمولسيفيكيشن in intestines، يعني اللي هي absorption of fatty molecules of lipid molecules by intestinal cells برضو بتصير بالبيروكسيزومز، زائد the synthesis of plasma ligands اللي هم these special molecules lipid molecules اللي مكونين من glycerol backbone زائد a fatty acid okay زائد زائد an amino group and a phospho amino group زي الفوسفوكولين for example، لكن بيختلف عن الجليسرول فوسفوليبيدز
انه في عندنا ان ايثر سوري ان 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 ايثر جروب صحيح ان ايثر جروب زائد ان الكين جروب هذا هو البلازما لاجنز. كيف بيصير انتاج البيروكسيزومز؟ بدايه الفيسيكل الممبرين انكلوزد فيسيكل اللي بعدين راح تصير بيروكسيزوم بيتم انتاجها من الاندوبلازميك ريتيكولم. نورس من الاندوبلازميك ريتيكولم مش من الجولجي. فبصير عندنا تو فيسيكلز، هذول الفيسيكلز ذي كان كونتين ديفرنت ممبرين بروتينز. هاي الممبرين بروتينز هم بيروكسيزومال ممبرين بروتينز. فلاحظوا انه الممبرين بروتينز تبعون البيروكسيزومز بيتم انتاجهم عن طريق الاندوبلازميك ريتيكولم. هلا هاي الفيسيكلز containing different proteins can fuse مع بعض or they can contain similar proteins، لكن راح تصير عندي a larger vesicle containing membrane proteins. بصير لها maturation عن طريق transfer of peroxisomal proteins، هدول luminal peroxisomal proteins، يعني هدول لازم راح يكونوا داخل البيروكسيزومز. فبصير في ترانسفير لهدول السيتوسوليك لومينال سوري لللومينال بيروكسيزومال بروتينز من السيتوسول بصير لهم سينثيسيس وبعدين البروتينز ار ترانسبورتد انسايد ذا بيروكسيزوم. طبعا يو وود اكسبكت انه راح يكون في سيرتن سيجنال اند ذير از اند ذا سيجنال از نون از بي تي اس 1 زي بيروكسيزومال ترانسبورت سيجنال 1. This signal signals the cell تحكي للسيل انه هذا البروتين لازم يدخل عن طريق الريسبتورز اللي الممبرين على الممبرين اوف ذا بيروكسيزوم فبدخلوا هاي البروتينز الى الداخل. طب كيف بيصير في اذا فورميشن اوف بيروكسيزومز؟ اولا اللي هي الطريقه الاولى اللي حكيت عنها انه عن طريق الاندوبلازميك ريتيكولم والترانسبورت اوف بروتينز انسايد. لكن الطريقه الثانيه انه the mature peroxisome can split into two peroxisomes. اذا the first mechanism هي formation from the endoplasmic reticulum pinching off these vesicles او budding زي ما بيحكوا budding من الاندوبلازميك ريتيكولوم بعدين امبورت اوف سيتوسوليك بروتينز لداخل البيروكسيزوم. والطريقه الثانيه هي باي سبليتنج ان اولد بيروكسيزوم انتو تو نيو تو داوتر بيروكسيزومز. هلا في عندنا ديزيزز ريليتد للبيروكسيزوم. سو ذيس ار بيروكسيزومال ديزيزز ممكن يكونوا related لأي واحد من البيروكسيزومال proteins، أي واحد من الريسبتورز أو أي واحد من الإنزيمز البروتينز اللي راح تكون internal of the peroxisomes. ممكن as well يكون عندنا مشكلة generalized problem in the peroxisomes، يعني واحد من البيروكسيزومال genes اللي راح يعملون راح يشكلوا the new peroxisomes. زي مثلا اي واحد من هالبيكس جينز can lead to مشكله بالبايوجينيسيس يعني the creation of new peroxisomes. زي disease اسمه Zellweger syndrome. طبعا all of these diseases are rare لكن they exist. هذا Zellweger syndrome is lethal لانه ما راح يكون في protection the cells ما راح يكون في peroxisomes at all. في عندنا condition ثانيه اللي هي X-linked adrenal leukodystrophy. هون عندنا مشكله بالترانسبورتر اللي بدخل the very long chain fatty acids الى داخل peroxisomes. هذا disease راح يجي معاكم بالميتابوليزم بريفلي طبعا مش حندخل بالديتيلز. So هذا الكارير اللي بدخل او الشانل اللي بدخل ال very long chain fatty acids into the peroxisomes عشان تبدا عمليه ال breakdown of fatty acids is defective وبالتالي this individual ما راح يكون عنده القدره انه يعمل metabolism breakdown لل very long chain fatty acids and these fatty acids would accumulate inside cells. لكن the disease is not fatal.
and that's it. الله معكم.